طمنا كمان مهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، مبروك بطوله جديده بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. فرحنا امبارح للباسكت سيدات وبنفرح النهارده كمان للرجال. بتشوف الاصرار النهارده ازاي يا محمد بيه بالنسبه للولاد؟ الحمد لله كريم، انا لسه كنت معاك امبارح فعلا يعني في المباراه بتاعه السيدات، والحمد لله توفقنا فيها. ويمكن ساعتها قلت لك ان روح النادي الاهلي واصرار النادي الاهلي هم اللي حسموا اللقب. برضو يعني هو فعلا النادي الاهلي الحمد لله ما يميزه ان كله بيشتغل بوتيره واحده، كله بيشتغل بنفس الفكر. برضو شفنا الاصرار النهارده من رجال النادي الاهلي في الباسكت، وقدروا يحسموا اللقب برضو باصرارهم وبروحهم. برضو ما اختلفش كتير عن مباراه امبارح، مباراه كانت قويه جدا، نديه بشكل عالي جدا، بس الحمد لله الاصرار والروح ورجوله اللعيبه حسمتها الحمد لله. التوليفه اللي عاملها كابتن طارق الخبره والشباب دي هتفيدنا كتير السنين اللي جايه ان شاء الله، بتشوفها ازاي كواحد من خبراتك يا كابتن محمد؟ لا التوليفه هايله، وكابتن طارق بيديرهم بشكل كبير كويس. المباراه كانت صعبه علينا يعني جدا من الناحيه العصبيه، لكن فعلا اداء اللعيبه ومع التوليفه الفنيه اللي معموله زي ما انت بتقول يا كريم محققه بصراحه شكل كويس جدا في الملعب. ويعني يمكن البطوله كانت غايبه عننا بقالها كذا سنه، فالحمد لله يعني دي تضاف ليهم وتحسب ليهم، وان شاء الله البطولات قادمه ليهم كتير باذن الله. شكرا.